خالد فكري تقتل توا حتى في هو إسبانيا. حتى هو تقتل في اسبانيا، وقالوا لي من الاحسن انك تهضر على وعلاش اسبانيا. الأسباب؟ إلا عندك شي فكرة. ما عندناش شي فكرة علاش تقتل. إلا عندك شي فكرة أستاذ فريد، علاش تقتل فريد فكري؟ علاش خالد يعني؟ فكري، خالد فكري كانت عنده علاقة جنسية مع سلمى بناني، لأنه هو كان العاشق ديالها، وكان يعني الجارد كور ديالها الخاص، وحتى سمعته حتى ما يسمى بوالي، والعاده راه ولد خالد فكري، الوقت عندك شي تخلصوا منه. يعني محمد الحسن الثالث ولد محمد كاين واحد الشبه كبير ما بينه وما بين خالد بينه فكري، وبين خالد فكري راه شبه تخلص. وي الفيزيولوجي وي والطولة، وي يعني تخلص. تقارب كبير ديال 80% من خالد فكري. فهاد لا لا الوقت اللي تغتال فيه خالد فكري، فقط ركزوا على هذه النقطة هذه غير يعني بكلمة، واش كان مازال في ذاك الوقت كان مازال كيشتغل يعني الوظيفة ديال الحارس الشخصي ديال سلمى كان باقي أو كيشغل المكتب ديال الوظيفه سلمى؟ ديال الحارس الشخصي. وي كان باقي الحارس الشخصي ديال سلمى بناني وعلاش كان واش كشغال. كان واش كان عطلة ولا كان فاكونس في إسبانيا في ذاك الوقت؟ كان عطله في اسبانيا، هما صيدوه استدرجوه لاسبانيا باش يقتلوه تما. عندك شي فكرة على الملابسات ديال القتل ديالو؟ كيفاش تم القتل ديالو؟ ولا ما واش كذبش عليك، ما بالرصاص، عنديش. واش قصيدة، واش لأن كنعرفوا العملية لا لا، هو تقتل برصاص ماشي بكسيدون. ما كذبش، واحد برصاص. يقول لك برصاص تقتل، ما كان لاكسيدون لا حتى شي حاجه، تقتل برصاص باش تقتل. اوكي نفس سيد، الطريقه، نفس الطريقه باللي تقتل بها، الطريقه اللي تقتل بها هشام المنظري، نفس الطريقه اللي تقتل بها خالد فكري. غادي